أعزائي الطلبة، استكمالا لموضوع العوامل الأخرى المتعلقة بقرارات الموازنات الرأسمالية، نأخذ سؤال آخر. في المحاضرة الماضية قمنا بحل سؤال عن بديل واحد، اليوم السؤال جديد، سؤال هنا بديلين وبدون ضرائب. عملية المعالجات للضرائب وغير ذلك سوف يكون في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. الآن السؤال بيقول: تقوم شركة النخيل بأعمال النقل الجوي، تقوم شركة النخيل بأعمال النقل الجوي، وإحدى الطائرات في حالة سيئة، ومعدل الخصم 10%، وأمام الشركة خيارين: أما الاحتفاظ بالطائرة القديمة أو شراء طائرة جديدة، وتوفرت لديك البيانات التالية: 70,000 إيراد الطائرة القديمة، ومصروفاتها، و25,000 دينار مصروفات الطائرة القديمة. و90,000 إيرادات أو إيراد الطائرة الجديدة، ومصروفاتها 30,000، 30,000 مصروفات الطائرة الجديدة. وفيما يلي البيانات الخاصة بالطائرة الجديدة: الجديدة 300,000، 300,000 دينار تكلفة الشراء. الخردة 7,000 دينار. العمر 10 سنوات، وتحتاج الطائرة الجديدة إلى صيانة في نهاية السنة السادسة بقيمة 50,000 دينار. الصيانة في نهاية السنة السادسة، وتقدر القيمة البيعية للطائرة القديمة بمبلغ 40,000 دينار. أما البيانات التي تخص بيانات الطائرة القديمة تحتاج إلى 175,000 تكاليف
التجديد. يعني إذا إحنا بدنا نبقى على الطائرة القديمة نحتاج إلى 145 ألف دينار تكاليف نجددها، أبرهول الموتور، السمكرة، بويا، كوشوك، إلى 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 آخره، كراسي كليته إيش جديد في جديد. والصيانة وتحتاج إلى صيانة في نهاية السنة السادسة، وتحتاج إلى صيانة في نهاية السنة السادسة، نهاية السنة السادسة. المطلوب حساب صافي القيمة الحالية، حساب صافي القيمة الحالية للطائرتين، هذا رقم واحد. رقم واحد حساب صافي القيمة الحالية للطائرتين. رقم اثنين، هل تنصح أو في أيهما تنصح بالاستثمار؟ في أيهما تنصح بالاستثمار ولماذا؟ إذا نأتي الآن إلى الحل، هذه البيانات توفرت لدينا. إذا هنا الحل، رقم واحد الطائرة، بدنا نحسب صافي القيمة الحالية للطائرة إيش؟ للطائرة إيش؟ الجديدة. بدي أحسب أنا صافي القيمة الحالية لكلا الطائرتين، لكلا الطائرتين، ومن ثم نتخذ القرار. إذا هنا نقول بيان، هنا السنة، هنا التدفق، النقدي، ومن ثم معامل الخصم وهو 10%. العمود التدفق نعطيه رقم واحد، والعمود معامل الخصم رقم اثنين، والعمود الثالث الأخير هو محصلة واحد في اثنين القيمة الحالية. القيمة الحالية نأتي، وهذه البيانات هي المتعلقة بالطائرة الجديدة، هذه البيانات متعلقة بالطائرة الجديدة. إذن هنا الاستثمار، والاستثمار كما قلنا سابقا الآن، الاستثمار الآن، وقيمة يعني معنى الآن، إذا معامل الخصم إيه؟ والاستثمار كم لدينا؟ كم لدينا؟ 300 ألف، والاستثمار 300 ألف. طيب الآن الاستثمار هنا تدفق نقدي إيش؟ تدفق نقدي خارج، تدفق نقدي خارج. الآن في معامل حيكون لدينا هنا إيه؟ هاي 300 ألف، تمام؟ الآن بعد هيك نأتي للتدفق السنوي، التدفق السنوي. التدفق النقدي السنوي سوف يتكرر على مدار إيه؟ على مدار حياة، على مدار إيش؟ حياة المشروع، اللي هو 10 سنوات، من 1 إلى 10. بمعنى انظر معي هنا، إيراد الطائرة الجديدة، إيراد الطائرة الجديدة 90 ألف، ومصروفاتها 30 ألف. إذا الفرق بينهما يعتبر إيه؟ يعتبر بمثابة التدفق النقدي، وهنا على مدار اللي هو 10 سنوات سيأتي لدينا هنا 60، وهنا هذا تدفق إيش؟ هذا هنا، هنا هذا الرقم هو عبارة عن 90 ناقص، ناقص إيه؟ ناقص 30. يعني 60 ألف هذا التدفق النقدي الداخل، من أين أتى؟ أتى من إيرادات الطائرة الجديدة المتوقعة ومصروفاتها المتوقعة. إذا لدينا 60 ألف سنويا سوف يتكرر. طيب الآن هنا، هنا الدفعات هذه المتكررة والمتساوية كما قلنا سابقا، كما قلنا اللي هو إيش سابقا،
بدنا نذهب إلى إيه؟ بدنا نذهب إلى الجدول. جدول أي جدول هنا؟ جدول الدفعات إيه؟ جدول الدفعات المتساوية، جدول الدفعات المتساوية على مدار حياة المشروع. إذن هنا نأتي، هنا هاي 10 سنوات، 10 سنوات في الجدول، وهنا تحت 10% هيكون لدينا 6 فارزة 1 4 إيش؟ 5، 6 فارزة 145. إذا نقوم بتسجيل هنا 6 فارزة 145. كما قلنا تدفق السنوي هنا تدفق إيش؟ داخل، إذا موجب. طيب الآن لو ضربنا هنا 6 فارزة 145 في 60 حيعطينا 268,000، 368,700 دينار. هذا بالنسبة للتدفق النقدي. ننتقل إلى الصيانة، وعندما تحدث للصيانة أنا أتحدث هنا نقوم بحساب صافي القيمة الحالية لمين؟ للطائرة الجديدة. إذن هنا صافي القيمة، هنا الصيانة حتكون هنا، والصيانة عبارة عن تدفق إيش؟ الصيانة تدفق إيش؟ خارج. في نهاية السنة السادسة هذه الطائرة الجديدة متوقع تحتاج إلى صيانة بمقدار 50,000. إذن هنا هي 50,000 وحتكون بين إيش؟ قوسين. لماذا؟ لأنها تدفق نقدي إيش؟ لأنها تدفق نقدي اللي هو إيش؟ خارج. طيب الآن هذا الصيانة تحدث مرة واحدة وفي نهاية السنة السادسة، أي دفعات غير متكررة، أي دفعات غير متكررة. إذا نذهب إلى أي جدول؟ نذهب إلى جدول 6-1 اللي هو معناه الدفعات غير المتكررة. إذا نذهب هنا إلى 6 سنوات، 6 سنوات، ونذهب هنا تحت 10%، سنلتقي تحت فاصلة فارزة 504، 504 وإيش؟ 564. إذا هنا نسجل 564. نقوم بعملية الضرب 564 في 50,000 حتكون عندنا بمثابة 28,000، 28,000 وإيش؟ و200 وبالسالب. من لديها أي سؤال؟ طيب نكمل. بعد الصيانة، بعد الصيانة اللي هو في عنا اللي هو الخردة، متوقع في نهاية 10 سنوات الطائرة الجديدة يكون قيمتها 7,000، وهذا إيش؟ تدفق نقدي. إيش اسمه؟ داخل. إذن هنا هاي الخردة في نهاية، في نهاية السنة إيش؟ في نهاية السنة العاشرة. تمام. طيب الآن القيمة هي 7,000 وقلنا أنها تدفق نقدي إيش؟ داخل. إذن موجب، إذن إيه؟ موجب. تمام. الآن نذهب إلى جدول الدفعات غير المتكررة، وعند السنة العاشرة، عند السنة، السنة العاشرة، ونسير حتى نلتقي السنة العاشرة مع 10%، حتكون القيمة 368 فارزة. ولاحظ كما قلت للدفعات غير المتكررة تكون القيمة عادة إيش؟ أقل من 1. إذا كانت الأمر يتكرر مرة واحدة لاحظ أن القيمة تكون إيه؟ أقل من 1. بينما إذا كانت دفعات متكررة ومتساوية تكون القيمة عادة أكبر من 1، وحسب عدد السنوات. الآن نضرب 7,000 في 368 من 1000، هيطلع عنا 2,702 طبعا تدفق. إذن الآن كما تلاحظ، وفي هذا السؤال كما تلاحظ هنا كما قلت أن الطائرة القديمة بيحكي لك إيه؟ لو أنا بدي أشتري طائرة جديدة عايز حيكون يكلفني إيه؟ حيكلفني
اللي هو 300,000 شراء طار الجديدة، الخردة في نهاية عمرها 7,000 وأخذتها، وال50,000 تحت الصيانة في نهاية السنة السادسة، وإيه الآن نأتي إلى هذا الرقم قبل ما نسجله ونشرحه. الآن إذا أنا بدي أقتني، بدي أشتري الطائرة الجديدة، لما أنا بدي أشتري الطائرة الجديدة، الطائرة القديمة حتخلص منها وتجيب لي قيمة إيش؟ 40,000. إذن هنا القيمة البيعية المتوقعة أن نحصل عليها من التخلص من الطائرة القديمة لابد أن تؤخذ في الحسبان، لابد أن تؤخذ في الحسبان عند حساب صافي القيمة الحالية في البديل الأول. إذن هنا نسجل هنا القيمة البيعية للطائرة القديمة. طيب هذا الكلام الآن، الطائرة القديمة أنا الآن بفترض كل الآن في اللحظة هذه اليوم في 25 بدي قاعد بدرس في الوضع، إذا الآن بدي تجيب لي اليوم إذا هنا بكتب إيش الآن، وبكتب هنا هاي 40,000. طيب هذا التدفق داخل ولا خارج؟ داخل. تدفق إيش؟ داخل. طيب المعامل هنا حيكون إيه؟ واحد، لأنه الآن زي اللي استثمر بالضبط، الآن متوقع يجيلي هذا المبلغ، إذا ملوش معامل خصم، إذا بحط أنا هنا واحد وهنا بحط 40,000، وبعد هيك بقوم بعملية الجمع، بكون عندي 83,200 وإيه؟ 2. هذا يسمى صافي القيمة الحالية اللي بنقول عنها النت بريزنت فاليو. تمام؟ من لديه أي سؤال في هذا الأمر؟ والمعلومات واضحة وصريحة، المعلومات واضحة وصريحة كما قلت. هنا النقطة الجديدة في هذا الموضوع، في حالة وجود بديلين، أنا الآن لما أتخلص من الآلة القديمة وبدي أجيب اللي هي طائرة جديدة، وأتخلص من الطائرة القديمة حبيعها، القيمة البيعية حتجيب لي 40,000. هذه 40,000 لابد أن تأخذ في الحسبان في عملية التقييم وحساب صافي القيمة الحالية. من لديه أي سؤال؟ هذا بالنسبة للبديل الأول. احنا قلنا حساب صافي القيمة الحالية لكل البديلين. رقم 2، بماذا تنصح في الاستثمار في أي من البديلين؟ طيب الآن ننتقل إلى رقم 2 اللي هو الطائرة القديمة. وبنفس الشكل نقول بيان، نقول السنة، تمام، نقول اللي هو التدفق ويأخذ رقم 1، ومعامل الخصم وهو 10%، وكذلك القيمة الحالية، القيمة الحالية رقم 3 اللي هي 1 ضرب 2. نفس القصة، انظر معي هنا بيانات الطائرة القديمة. إذا الآن أنا بتدق على الطائرة القديمة، بدي أعملها صيانة كاملة متكاملة، محركات وموتور الطائرة والصمكرة للطائرة كلها والعجال وكله كله 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 الأمور كله بدي نفضها نفض، تحتاج إلى 175,000. بدي أدرس هذا البديل عشان أشوف هل شراء الطائرة أم البقاء على الطائرة القديمة. نقول هنا الاستثمار، وهنا طبعا الآن هنا هاي 175,000 تدفق إيش؟ خارج. أي شيء بيطلع من جيبة المشروع تدفق خارج، أي شيء يأتي إلى المشروع تدفق إيه؟ داخل. طيب الآن عندنا معامل الخصم كما قلنا إيش؟ هنا واحد. تمام؟ طيب الآن ننتقل إلى
قبل الصيانة التدفق السنوي النقدي. تدفق النقد السنوي. تدفق النقد السنوي للطائرة القديمة حجيبه من أين؟ حجيبه من هنا. الآن إيرادات الطائرة القديمة 70,000، 70,000، ومصروفاتها 25. إذن حيكون هنا لدينا إيه؟ هنا تدفق النقد حيكون من 1 لإيش؟ من 1 لـ10. طيب هذا المبلغ حيكون عبارة عن 70,000 ناقص 25، هذا المبلغ. تمام؟ عشان تكون عارف من أين أتى، من هذه البيانات، من هذه البيانات. تمام؟ الآن تدفق نقدي من 1 لـ10، التدفقات المتساوية نذهب إلى أي جدول؟ دفعات، الدفعات المتساوية اللي هو جدول 6-2. جدول 6-2 كما قلنا نذهب أي 10% وعشر سنوات حنلتقي عند 645. 645، هاي 6 وهي 145. طبعا الآن حنضرب اللي هو كما قلنا 45 في 6 فارزة 145، حتكون عندنا 276. 276.525. تمام. نأتي بعد ذلك أن الطائرة القديمة بعد 6 سنوات تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى صيانة بقيمة إيش؟ 80,000. إذن هنا نقول الصيانة هي في كتبت السنة 6 اللي هو في نهاية السنة السادسة، وهنا كام؟ هي 80,000، والصيانة تدفق نقدي إيش؟ تدفق نقدي إيش؟ خارج. يعني إيش؟ يعني بالسالب. طيب الآن هي 80,000. طيب الآن نذهب على جدول إيه؟ نذهب على جدول اللي هو 6-6-1 دفعات غير المتكررة. هاي جدول إيه؟ هاي 6 سنوات. الآن تحت 10 معامل الخصم عنا اللي هو 564. إذن هنا 564. حضرب 564 في 80 حيطلع عنا 145,000 ومية وعشرين. إذن بهذا نكون انتهينا بمعالجة البيانات التي تخص اللي هي الطائرة القديمة. نقوم بعملية الجمع حتى نصل إلى صافي القيمة الحالية. صافي القيمة الحالية اللي هي كما قلنا النت بريزنت فاليو. الآن صافي القيمة الحالية هنا حتطلع عندنا 56,405. 56,405. إذن هذا صافي القيمة الحالية. كما تلاحظ أننا قمنا بجمع بحساب صافي القيمة الحالية في للبديلين، وهو البقاء على الطائرة القديمة وعمل لها صيانة واللي هي التعمير إلى آخره، أو شراء اللي هو طائرة اللي هي جديدة. وجدنا أن كلا هذا المطلوب الأول حسبنا صافي القيمة الحالية. حسبنا صافي القيمة إيش؟ الحالية. طيب هذا المطلوب الأول. الآن عملية التعليق مين يحكي لي بأي مشروع نوصي ولماذا؟ مين بدي جاوب؟ شباب كلا القيمتين موجب. كلا القيمتين موجب. تفضل احكي. أيوة. إذن هنا ننصح
بشراء طائرة جديدة. ها حكينا لماذا؟ لأن صافي القيمة الحالية موجبة وأكبر من صافي القيمة الحالية في حالة الاحتفاظ، في حالة إيش؟ الاحتفاظ بالطائرة القديمة. لأنه كما تلاحظ هنا 83,000 وهنا إيش؟ 56,405، كلاهما موجب، ولكن نختار، إذا كنا نخير بين مشاريع استثمارية وقيمها كلها موجبة، ونختار ذات القيمة الموجبة اللي هو إيش؟ اللي هو الأكبر. من لديه أي سؤال؟ مين عنده أي سؤال في هذه البيانات الموجودة، في السؤال الموجود أمامنا؟ إذن كما قلت أن اللي هو الشيء الوحيد الجديد هنا في حالة الطائرة الجديدة، بدنا نتخلص من القديمة، حيجيب لنا الطائرة القديمة 40,000 وحندخلها في الحسبان عشان نصل إلى صافي القيمة الحالية. هذا الفرق الوحيد. هنا طبعا ما فيش خردة، هنا لا يوجد خردة، وبالتالي لا أستطيع تسجيل أي رقم غير موجود هناك. طبعا عندي الاستثمار، تدفق النقدي، عندي الصيانة، والاستثمار التدفق النقدي يأتي من اللي هي البيانات الموجودة في السؤال. هيك انتهينا من السؤال. يكون أمامنا في سؤال واجب الكل يحاول يكتبه. طبعا هذا السؤال الواجب بدك تحله وتسلمه. تفكر شركة الهدى الاستثمار في مشروع ما، تفكر شركة الاستثمار شركة الهدى الاستثمار في مشروع ما، وفيما يلي البيانات الخاصة بالمشروع، وفيما يلي البيانات الخاصة بالمشروع. الآن 200,000 تكلفة الآلات، 200,000 تكلفة الآلات، 200,000 تكلفة الآلات، 50,000 رأس المال العامل المطلوب، 20,000 صيانة الآلات، 4,000 4,000 دينار قيمة الآلات في نهاية العمر اللي هو 7 سنوات. المبيعات 150,000، المبيعات 150,000، تكلفة المبيعات والمصاريف التشغيلية 90,000، 12% معدل الخصم السائد أو المستخدم. يسترد رأس المال العامل في نهاية العمر اللي هو 7 سنوات. المطلوب 1 حساب صافي القيمة الحالية، حساب صافي القيمة الحالية للمشروع. رقم اثنين، هل تنصح بالاستثمار في هذا المشروع؟
أم لا؟ ولماذا؟ هل تنصح بالاستثمار في هذا المشروع أم لا؟ ولماذا؟ من لديه أي سؤال؟ بهذا نكون وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم، وإلى اللقاء.